اجمل ناس على الكوكب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايب لكم مكنه قهوه احترافيه اللي قلبت الدنيا على السوشيال ميديا وفي كل مكان. المكنه اللي ممكن تشتروها وتعملوا احسن كوبايه قهوه في البيت. عايزين تعرفوا ازاي تستعملوها وازاي تعملوا كل الاعدادات بتاعتها عشان تطلعوا كوبايه القهوه مظبوطه زي ما بتحبوها، او لو المكنه مش عندكم وعايزين تعرفوا اسعارها وتتجاب منين وكل تفاصيلها وتستاهل ان انتوا تدفعوا فيها ولا لا، هتعرفوا كل التفاصيل دي النهارده. شوفوا الحلقه كلها للاخر، وان شاء الله هسيب لكم كل التفاصيل في صندوق الوصف تحت الفيديو. انا عبد الفتاح احمد وده ذا فود باسبورت. يلا بينا نبدا الحلقه. المكنة اللي كنت بكلمكو عنها في اول الفيديو هي المكنة الحلوة الامورة دي، ديلونجي ديديكا EC685. دي تعتبر من ارخص المكنة اللي بيعمل القهوة بطريقة بروفيشنال في البيت. يعني عايزين امريكانو، عايزين اسبريسو سنجل دبل، عايزين مكياتو، عايزين كل اللي انتوا عايزينه ينفع تعملوه من هنا. هشرح لكم المكنة شغالة ازاي وايه اللي بيجي معاها، ويلا بينا نبدأ مع بعض رحلتنا مع المكنة الحلوة دي. اول حاجه زي ما شايفين المكنه بتيجي بالمنظر ده، تمام. اللون بتختاروه، في منها الوان كتير، في سيلفر واسود والاحمر، بس طبعا الاحمر شيك جدا فيها. التانك بتاع الميه موجود ورا زي ما انتم شايفين هنا كده، بتملوا الميه وبيبقى التانك بيتفصل لو انتم عايزين تفصلوه وتركبوه تملوا الميه، بتملوا الميه عادي جدا، وبعد كده بتركبوه كده براحه. ده بتسمعوا التكه، اسمعوا كده التكه كده، يبقى التانك ركب. دي اول حاجه موجوده مع المكنه، تمام. تاني حاجه بتيجي مع المكنه عندنا، اهم حاجه في المكنه زي ما بتشوفوها في الكافيهات، اللي هو البورتا فلتر. البورتا فلتر ده اللي بيتحط فيه القهوه، وده بيبقى عباره عن جزئين. اول جزء الفلتر نفسه، والجزء التاني اللي انتوا شايفينه ده بقى اللي احنا بنحط فيه القهوه، وده موجود منه ثلاث حاجات بتيجي معاه. هوريهم لكم كده هنا اهو، ادي اول واحد وادي التاني وادي التالت. ايه الفرق ما بينهم؟ ده بيعمل الدبل اسبريسو، ولو بصينا ورا هنلاقي علامة اتنين زي ما انتوا شايفين كده، وده بيعمل سنجل اسبريسو وهنلاقي علامة معلقة واحدة بس، وده للناس اللي حابة تستعمل الكبسولات. بس الكبسولات هنا مختلفة عن المكن التاني زي نسبريسو او مكنة نسكافيه، لا هنا البتاع مدوره شويه كده، الكبسوله نفسها مدوره مش بتبقى صغيره زي المكن التاني، وليها بتتباع على فكره في الاسواق. انا بالنسبه لي بستعمل السنجل وبستعمل الدبل، ما استعملتش الكبسولات قبل كده الصراحه، ولما نجرب هنجرب مع بعض الدبل عشان نشوف بيشتغل ازاي، تمام. كل اللي بتعملوه انكم بتركبوا الفلتر اللي انتوا عايزينه اهو، وتقوموا دايسين بايديكم الاثنين لحد ما يقفل بالمنظر ده، وده على فكرة اسمه فلتر مضغوط، هشرح لكم الفرق ده بعدين، لكن ده اسمه الفلتر المضغوط، تمام؟ تاني حاجة بتيجي مع المكنة وهي الدراع ده، وده ليه دورين، ده بتحطوا بيه القهوة في الفلتر هنا، تمام؟ عشان تملوا الباسكت بتاع القهوة، وده عشان تكبسوا القهوة، هوريكم ازاي واحنا بنعمل قهوة وتكبسوها كويس وتبقى مظبوطة جوه الفلتر. تمام. تالت حاجه بتيجي مع المكنه وهي العلبه دي. طيب ايه العلبه دي؟ العلبه دي مهمه جدا جدا جدا، لان دي العلبه بتاعه تنظيف المكنه. المكنه بيبقى ليها عمر افتراضي بتشتغل عليه تقريبا حوالي 600 كوبايه قهوه او معدل من الزمن بتشتغله، وعلى حسب طبعا الميه اللي انتوا بتحطوها فيها، فبيبقى في املاح اترسبت وفي ترسبات جوه المكنه، فبعد فتره من الزمن المكنه دي بتحتاج ان يتعمل لها دوره تنظيف، وده هو المحلول بتاع التنظيف اللي بيجي معاها، وهنعمل فيديو تنظيف المكنه في فيديو منفصل تماما وازاي تستعملوه. دي حاجه من الحاجات المهمه اللي بتيجي مع المكنه، تمام. ده بمنتهى البساطه كل الحاجات اللي بتيجي مع المكنه. وطبعا اهم حاجه بقى للناس الكيفه الاسبريسو واللي بيشربوا بقى كابتشينو ولاتيه، هو دراع التبخير اللي احنا شايفينه قدامنا ده، اللي بيعمل لكم لبن سخن او كابتشينو عشان يعمل الفوم الحلو وانتوا بتشربوا كوبايه القهوه. دي بمنتهى البساطة كل الحاجات اللي بتيجي مع المكنة، يلا نشوف ازاي نشغلها ونعمل الاعدادات بتاعتها. طيب اول حاجة هنعملها ان احنا هندوس على زرار التشغيل ده، هتلاقوه موجود هنا في الجنب بالمنظر ده،
وبعد كده هنطلع فوق هنلاقي المكنة ابتدت تنور بالمنظر ده، بتقعد حوالي 15 ثواني لحد ما تبدأ كل المكنة تشتغل وتاخد الإعدادات اللي احنا مجهزينها لها قبل كده. تمام. ومعلومة مهمة عن الإعدادات، أنا طبعا هشرح لكم إيه اللي بيحصل وإزاي بنعمل الإعدادات بتاعتها وإيه هي، لكن لازم تبقوا عارفين إن الإعدادات بتبقى متخزنة في المكنة دي طول ما هي ما اتشالتش من الكهرباء. لو الكهرباء فصلت، لو نقلتوا المكنة من مكان لمكان وسلك الكهرباء اتشال، لما ترجعوها للكهرباء تاني لازم ترجعوا تعملوا الإعدادات مرة تانية. لكن طول ما هي في الكهرباء قفلتوها فتحتوها الإعدادات متسيبة مفيش مشاكل خالص. طيب بنبص بنلاقي الانوار ثبتت عندنا. طيب اول حاجه عندنا 3 زراير في المكنه زي ما انتم شايفين. اول زرار عليه علامه كوبايه واحده وهو ده بتاع السنجل، فاحنا واحنا بنستعمله بنستعمل ايه؟ الباسكت بتاع السنجل اسبريسو. لو احنا هنستعمله يبقى هنستعمل الزرار ايه اللي فوق الاولاني. تاني زرار عندنا وهو الدبل اسبريسو اللي هو بينزل الكميه الدبل، ده زي ما وريتكم الباسكت قبل كده اللي هو الدبل بيتحط في الفلتر وبنستعمل الزرار ده. تالت زرار عندنا وهو زرار التبخير اللي هو من خلاله بنعمل عملية التبخير بتاع اللبن، ومعنى عملية تبخير اللبن ان احنا بنعمل يخلي اللبن سخن ونعمل الفوم عشان الناس اللي بتشرب اللاتيه وبتشرب الكابتشينو. تمام. طيب نعمل اعدادات ازاي؟ احنا عندنا 3 اعدادات مهمة هنتكلم عنها، افتكروها معايا. اول حاجة درجة حرارة المية، يعني عايزين المية وهي بتسخن وتنزل تبقى درجة السخونة قد ايه، ودرجة صلابة المية، وده معناه المية اللي انتوا بتستعملوها مية معدنية مية من الحنفية. هي علميا كده بيبقى على كل ازازة مية موجودة او ازازة المية المعدنية بيبقى موجود درجة الصلابة بتبقى موجودة مكتوبة عليها، بس احنا هناخدها كده من غير ما نركز ان ممكن بنشرب مية عادي بفلتر في البيت على الحنفية او مية من الحنفية عادي لو احنا ينفع نشرب مية من الحنفية. فاحنا في الاخر هيبقى فارق معانا نوع المية هنختار درجة الصلابة ازاي هقول لكم. وتالت حاجة عندنا المكنة نفسها لما بتشغلوها، لو انتوا بتعملوا اكتر من كوباية قهوة او عايزين تشربوا كذا كوباية ورا بعض بس مثلا ما بينهم وقت، المكنة تبقى شغالة ما تفصلش قد ايه، لانه احيانا بننسى المكنة شغالة فالمفروض انها تفصل عشان ما تستهلكش كهرباء وعشان ما تسخنش جامد. فبنظبط الاعدادات بتاعت تفضل المكنة شغالة قد ايه وتفصل بعد كام دقيقة. طيب بندخل على الاعدادات ازاي؟ افتكروا ده كويس جدا. بندوس على زرار التبخير دوسة طويلة، تمام، لحد ما نلاقي علامتين التانيين اللي هو السنجل والدبل نوروا. تمام. بصوا هتلاقي كل العلامات بتنور عندنا اهي. اول حاجة هي درجة حرارة المية، بتدوسوا دوسة عليها، لما بتدوسوا هتلاقوا بدأ ينور هنا، ده معناه اول اختيار وتاني اختيار وتالت اختيار من الشمال لليمين. طيب اول اختيار عندنا اللي هي بتبقى المية دافية اللي هي warm، وتاني اختيار عندنا المية بتبقى hot يعني ما بتبقاش سخنة قوي، وتالت اختيار اللي هي very hot اللي هي بتبقى سخنة جدا. تمام. فيوجولي احنا انا او عن نفسي انا بفضل دايما ان المية تكون سخنة قوي عشان تستمتع بكوباية قهوة كويسة. تعالوا نعمل تاني، ندوس. طبعا لما بتسيبوها وما تختاروش اختيارات بتفصل وترجع للايه للمود الاساسي بتاعها. بدأوا ينوروا كلهم، هختار اول اختيار اللي هو درجة سخونة المية. لما دول ينوروا هقوم سايب، لا انا مش عايز الـ الاولاني ولا التاني، انا عايز الفيري هات، اختاره. هلاقيهم كل هلاقيه بدأ ينور زي ما انتم شايفين كده حركة سريعة، يبقى هو كده خد ايه الاعدادات بتاعة درجة حرارة المية. تمام. تاني اختيار عندي وهي درجة صلابة المية، اللي هو لانه نوع المية بيفرق في الترسبات اللي بتبقى جوه المكنة، وعلى اساسها هي بتعرف هتنظف نفسها امتى وتطلب دورة التنظيف امتى. احنا لو مش متأكدين من المية اللي احنا نستعملها خلينا دايما نحطها ميديم وما نوجعش دماغنا بهل هي سوفت ولا عالي، لا خلاص يبقى نحطها ميديم ونريح دماغنا. نعمل ازاي؟ ندوس دوسة طويلة عشان ندخل على الاعدادات تاني لحد ما ينوروا. اول ما ينوروا تاني اختيار عندنا هو درجة صلابة المياه، فندوس عليه وهنلاقي بدأت الحاجات تنور زي ما احنا شايفين كده. هختار الاختيار اللي في النص اللي هو ميديم، هينور. تمام كده هو خد الاعدادات مني. تمام. تالت اختيار عندي وهو قد ايه المدة الزمنية اللي المكنة تفضل شغالة فيها ومنورة
وبعد المدة دي ما تخلص تقوم فاصلة اوتوماتيك عشان لو نسيناها او اي حاجة ما تبص مننا. تمام، عندنا الثلاث مدد الزمنية 9 دقايق، تمام، و30 دقيقة وثلاث ساعات. تمام، فاحنا هناخد طبعا مش هناخد 9 دقايق لان دي سريعه، هناخد ميديم اللي هي 30 دقيقه، بحيث لو عايزين نشرب كوبايه قهوه تاني يبقى عندنا وقت وتبقى المكنه سخنه وكل حاجه، او لو نسيناها تفصل بعد كده. ندخل على الاعدادات تاني. تمام، هما كده نوروا. هختار تالت اختيار. اول ما يبدا الوميد يشتغل عندي يبقى انا هختار الاختيار اللي في النص اللي هو 30 دقيقه. اول ما ينور ويطفي يبقى هو كده خد مني الاعدادات. بالطريقه دي انا قدرت احط الثلاث اعدادات الاساسيه المهمه لكوبايه القهوه: درجه حراره الميه، درجه صلابه الميه، والتوقيت اللي بعده المكنه تفصل. تمام، وزي ما قلنا افتكروا دايما من الشمال لليمين، ده معناها من الاضعف للاقوى، warm hot very hot، او درجه الصلابه قليله او soft medium وhard، وبعد كده التوقيتات 9 30 3 ساعات. ده بمنتهى البساطة ازاي تظبطوا المكان عندكم لأحسن كوباية قهوة. تعالوا مع بعض بقى نعمل كوباية قهوة فعلا، ونشوف بعد الإعدادات دي الكوباية هتطلع عاملة ازاي. احلى كوبايه دبل اسبريسو في البيت. انا هسيب الكوبايه عشان استمتع بيها بعد الفيديو، وهجي لكم تاني اقول لكم خلاصه التجربه. استنوا، عملنا احسن كوبايه دبل اسبريسو ممكن تتعمل في البيت. وهل هي زي بره؟ زي الاماكن اللي انت ممكن تروح تشرب فيها الكوبايه وتدفع فيها مبلغ محترم، والموضوع كان سهل وبسيط. اللي عنده المكنه راجع الفيديو ده وشوف الاعدادات بتاعته كويس جدا، عشان كل لما الكهرباء تفصل تعملها. ما عدا ذلك الاعدادات دي هتكون موجودة عندك وشغالة وكل حاجة فيها زي الفل. جميل. اللي ما عندوش المكنة بقى، طيب اشتريها ولا ما اشتريهاش؟ انا حاولت اوري لك المميزات ببساطة كده وسرعة. المكنة غير انها، انا المحبين اسبريسو عشان كده بس وريتكو اسبريسو، لكن المكنة بتعمل لاتيه وبتعمل كابتشينو وبتعمل امريكانو. يعني المكنة نفسها لو مش هتعملوا الفوم او مش هتعملوا اللبن تسخنوه، انتوا ممكن تحطوا الاسبريسو اللي احنا عملناه ده بس في كوباية اكبر شوية. كل اللي هتعملوه هتحركوا دراع التبخير، هينزل مية سخنة، فهتعملوا كوباية امريكانو حلوة جدا جدا، ففيها امكانيات هايلة. تاني حاجة، انتوا بتشربوا بن على مزاجكم،
عايزين تجيبوا بن من اماكن معروفة هتجيبوا، عايزين تجيبوا المطحنة اللي انتوا شفتوها اللي انا بطلع منها البن دي، ودي ان شاء الله لو عايزين اكتبوا لي في التعليقات هعمل لكم فيديو منفصل عن استعمال المطحنة وامكانياتها واسعارها وتشتروها منين. لو حابين تعرفوا عنها سيبوا لي رأيكم في الكومنتات وان شاء الله اعمل لكم فيديو منفصل عنها. وكمان لو حابين نكمل في سلسلة القهوة ازاي بقى نعمل اللاتيه والكابتشينو وازاي نستعمل مكنة القهوة ونعمل التبخير عشان اللبن وازاي نوزن القهوة في الباسكت وايه الفرق ما بين الباسكت المفتوح والباسكت المقفول، سيبولي كل ارائكم في الكومنتات وانا هعمل لكم فيديو منفصل ليها كمان. وطبعا زي ما قلت لكم في وسط الفيديو الفيديو بتاع دورة التنظيف وازاي نعملها. لو عايزين تسألوا اي سؤال عن المكنة او عن استعمالها او عن انواع القهوة او حابين تعرفوا اكتر عنها ابعتوا لي في الكومنتات تحت وانا هرد عليكم ان شاء الله وعلى كل اسئلتكم باذن الله. وطبعا هسيب لكم ازاي نشتري المكنه ومنين والاسعار والكلام ده في صندوق الوصف تحت الفيديو، دوسوا على اللينك وهينقلكم على طول للمكان اللي تشتروا منها. اسعار المكنه مش غاليه، لو بالمصري فهي بتتراوح من 3000 وشويه ل 4000 على حسب طبعا بنجيبها منين، ولو في الامارات مثلا بيبقى سعرها حوالي 700 740. فانا هسيب لكم عامه اللينك اللي تشتروها منه وهيبان عندكم بالعمله هي دلوقتي عامله كام، والمكنه دي بالذات بيعملوا عليها عروض بشكل مستمر سواء بتجيبوها اونلاين او بتشتروها من بره، هم على طول بيعملوا عليها عروض. ويا رب يكون الفيديو فاتكو، يا رب تكونوا استفدتوا معلومة كويسة. لو الفيديو فاتكو واتبسطتوا بيه اعملوا لايك وهستنى اسئلتكم كلها في التعليقات. ولو محتوى القناة بشكل عام عجبكم يا ريت تعملوا اشتراك، بجد هتنوروني وهتبسط بوجودكم معايا. انا عبد الفتاح احمد وده The Food Passport.